السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات ومدارس تجريبية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي. معاكم مش علاء، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض يونت جديد، يونت 11 ستارز ستيب ان. زي ما احنا متعودين، أول بارت بنبدأ بيه وهو جزء الفوكاب، و the first word is celebrity، مشهور. Someone who is famous, especially in the entertainment businesses. طبعا الشخص المشهور. Ambassadors, سفراء. An important official who lives in a foreign country to represent his country. يعني شخص مهم جدا أو بيعمل في وظيفة رسمية بيمثل بلده في دولة أخرى. Promote. يساند. support an idea. international peace organization، منظمة السلام العالمي. organization for peace made by superstars. recruit means يوظف. we to give someone a job to employ someone، أو يا إما بتدي لحد وظيفة أو إن أنت بتوظف حد. poverty means الفقر. being very poor، إن الشخص ده فقير جدا. The refugee, اللاجئين. A person who has escaped from their own country for political reason. طبعا هو دلوقتي اللاجئين مش بيبقوا بس الأسباب سياسية، لا ده بقى الأسباب كتيرة تانية جدا، بيهربوا من بلادهم لأسباب كتيرة جدا. Humanitarian. إنساني. To describe a person or an action that is involved in improving people's lives. إن انت بتصف شخص لأن الشخص ده طبعا عمل حاجة كويسة جدا بيساند بيها حياة الناس أو بيحسن بيها حياة الناس. highlight يركز. to concentrate on something، تركز على شيء. homeless بدون مأوى أو بلا مأوى. means those people who have no houses to live in، الناس اللي already ما عندهمش أصلا منازل يعيشوا فيها. children's fund، نفقات الأطفال. money paid to be spent on children، المال اللي already بيندفع عشان ينفق على الأطفال. goodwill ambassador، سفير النوايا الحسنة. a star who is chosen to act for peace. passion، very strong or love attraction، إن الشخص ده عنده عاطفة، شغف لحاجة أو مشاعر حب أو انجذاب لشيء معين. النوتس دي مهمة جدا. في فرق ما بين الـ UN والـ UNHCR والـ UNICEF. UN الأمم المتحدة، the United Nations، okay؟ لكن الـ UNHCR مفوضية اللاجئون أو الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، the United Nations High Commissioners for Refugees. اليونيسف طبعا الـ UNICEF، United Nations Children's Fund اللي احنا بنقول عليها منظمة الطفل العالمية. okay، في فرق ما بين الـ 3 abbreviations دول. فين اللي الشخص ده فيه شهرة في الموضوع؟ okay، في مصطلحات بنقدر نستخدمها عشان نعبر عن الفيلم او نشير للفيلم نفسها، ان الشخص ده celebrity بقى او مشهور وكده. famous for، مشهور بـ. two people known، الشخص ده بيكون مشهور جدا. made a name for themselves and to have a great fame، يعني ان الناس دي بتصنع اسم لنفسها. made it big، made it big يصنع شيء عالمي. means to make something for the whole world، ان انت بتعمل الحاجة دي للناس كلها. household name means well known in his field، يعني الشخص ده معروف أو مشهور في مجاله. okay، enjoyed a lot success to become fame for many years، إن الشخص ده بيكون already متمتع بالنجاح أو يتمتع بالنجاح لسنوات طويلة. sensation إحساس. to be loved by a group of people، محبوب بقى. okay. expressions opinions يعني تعبيرات. okay. الرأي يعني التعبيرات اللي انا بستخدمها عشان ادي رأيي. في تعبيرات او في expressions اقدر ادي بيها رأيي، في expression لو حد قال رأيه مثلا ممكن اكون بوافق عليها،
اوكي، في تعبيرات ممكن استخدمها لو حد قال رأيه وانا already مش موافق، تمام؟ في neither agree or disagree، يعني لا موافق ولا مش موافق، اوكي؟ يعني في الحالتين هو مش موافق او هو موافق او مش موافق، فبيقدر يستخدم برضو expressions معينة. To my mind، في رأيي. To my mind يعني في رأيي، بقدر استخدمها واقول لو انا هقول حاجة، اوكي؟ I would have thought، اعتقدت ان، يعني من رأيي او انا في نظري في ان بيحصل كذا، اوكي؟ As far as I'm concerned، يعني يقصد هنا ان هو مركز على، من وجهة نظره ان هو مركز على. If you ask me، لو سألتني، اوكي؟ واكمل بعدها الرأي بتاعي. In my opinion also، اكمل بعدها الرأي بتاعي. The way I see it، الطريقة اللي انا شايف بها الحاجة دي، او انا شايف كذا. فانا بقدر اقول رأيي من خلال التعبيرات دي، يعني اجيب ال expressions ده في الاول و plus بعد كده اقول رأيي، اوكي؟ يعني مثلا for example، to my mind Alex is more crowded in summer، اعتقد ان اسكندرية اكتر ازدحاما في الصيف، اوكي؟ طيب لو انا already موافق الرأي فهقول ايه؟ I'm all for it، 100% يعني اقصد ان هو already موافق، اوكي؟ It can't be a bad thing، اللي هو انا الحاجة ديت already، لو في حد قال حاجة مثلا it can't be، لا يمكن انها تكون كده مثلا، a bad thing، حاجة مش كويسة. طيب disagree، it's not good idea، لو انا already مش موافق بقى على المبدأ او مش موافق على الفكرة، فاقول it's not good idea، يعني مش كويسة خالص. I'm completely against it، okay؟ يعني انا ضد الحاجة دي كليا. في حالة لو الشخص ده already مش موافق بقى، او هو already لا موافق ولا مش موافق، فممكن يقول it doesn't really matter، يعني مش مهمة. I couldn't care less، يعني الشخص ده مش الاهتمام بتاعه بيكون قليل قوي، يعني مش مهتم قوي يعني عن multi venue، ممر مزدوج، a place where two occasion can happen as sports match or conference. طبعا gigs، عزف منفرد، وده اللي بيبقى في الحفلات الموسيقية، a single performance by a musician or a group of musicians especially pop music، طبعا ده بيكون اكتر في موسيقى البوب. victims، ضحايا، someone or something which has been hurt, damaged or killed because of illness. ممكن نقول مش شرط illness بس على فكرة، ممكن نقول زي حاليا الزلزال. famine، مجاعة، when there is not enough food for a great number of people causing death، مبيبقاش فيه طعام كفاية لعدد كبير قوي من الناس فده بيسبب الموت. audiences، جمهور، the group of people gathered in one place to watch or listen to a play film or film etc. الحاجات دي كلها، يا اما بقى جمهور بقى الماتش او جمهور لمسرحية فيلم، بس طبعا في اختلافات audience، وفي كمان كذا كلمة في confusable words، مش عارفة ممكن يكونوا موجودين ممكن يكونوا لا. audiences، spectators، و viewers، ده هنشوفه في confusable words ان شاء الله. مجموعة من الناس قلنا ان هي بتشاهد. TV broadcast، TV broadcast اللي هو الإذاعة، television or radio program. donate، يتبرع، to give money for a charity work. instigator، محرض، الكلمة غريبة شوية، محرض، someone who causes an event or situation to happen by making a set of action. concert، حفلة موسيقية، it's a party for playing music. coincide، يحدث، to happen at or near the same time. president، رئيس الجمهورية، أو رئيس، the govern or of a country، حاكم الدولة. the prime minister، رئيس الوزراء، the leader of the government، أو ممكن نقول عليه الوزير الأول. debit، then something especially mine which is owed to someone else. linguistic snoo، phrases and idioms. طبعا bring attention هنا مش معناها يحضر الانتباه، لأ، bring attention، يجذب الانتباه، بتساوي كلمة attract. good will ambassador، سفير النوايا الحسنة، وده طبعا ما شاء الله بقى ممثلين ما شاء الله كتيرة جدا، بقى سفير النوايا الحسنة. حسين فهمي acts as a good will ambassador. play a part، يلعب دور، play a part، Beckham hopes to play a part in supporting children. do concert، يقوم بأداء حفلة، روبي ويليامز. perform concert، يقوم بأداء حفلة، يعني الاتنين نفس
نفس الحاجة. اوكي concert بيجي معاها do و perform، مفيش اختلاف. raise money ينفق مال، raise money، we have to raise as much money as possible for the poor. propositions حروف الجر اللي موجودة، famous for، مشهور be، involved in، مشترك في، cancel out، يلغي، America، promised to cancel out debit، أمريكا وعدت إن هي تكنسل أو تلغي الدين. كان feasible word. في فرق طبعا ما بين famous for و known و famous as. famous for بيجي بعدها الworks، اوكي يعني مشهور بأعماله، يعني نجيب محفوظ is famous for his novels، مشهور برواياته. لكن famous as بجيب بعدها الجوب، الوظيفة، يبقى مشهور بإيه بقى؟ كروائي. اوكي اهي هنا بيقول نجيب محفوظ is famous as a novelist، مشهور كروائي او معروف كروائي. معناها برضو a well-known novelist يعني معروف او مشهور كروائي او ككاتب رواية. This is the difference بقى between audience و spectator و viewers. audience قلنا ان هي جمهور، اوكي لكن spectator تمشي اكتر مع مشاهدين او مشجعين كرة القدم في الملاعب، اوكي لكن viewers مثلا ممكن حد يكون بيشاهد اخبار في التلفزيون او حاجة. تمام يبقى the audience was or were applauding wildly. قال لنا الاختلاف الوحيد هنا جايبه لنا في النوتس المرة دي ان بقدر استخدم audiences الجماهير او كلمة audiences اصلا في حالة الجمع مع حالات معينة زي class، club، comedy، لجنة، company، شركة، congregation، مجمع مثلا، council، crew، family، gang، group، stuff. يبقى دي كلها بقدر استخدم معاها audience. لكن طبعا spectators خلاص قلنا اللي هي مشاهد او مشجع، و viewers ده مشاهد يبقى مثلا اللي هو الفيور اللي بيكون موجود في البيت، سواء بقى كان فيور لفيلم او ماتش او الاخبار and so on. Let's move to exercise A to the correct answer. Number one, in my. It's a complete waste of time. In my على طول. In my opinion مصطلح. Number two, their last record didn't a lot of success. Didn't enjoy a lot of success. ما تمتعش بالنجاح او ما قدرش انه يوصل لدرجة كبيرة من النجاح. Three, a holiday in Spain. I'm all it. With on into four, I'm all for it. Number four, I would have that the money could be spent in better ways. Concerned, ask thought, worried, thought. أنا في اعتقادي يعني. Number five, she's made a name for herself. من قبل ما كمل عملت اسم لنفسها herself by working for children. Number six, the rally. It big in 2003 with their first CD. Did held made had made طبعا made it pay. 7 to my UNICEF does great work all over the world. My interview opinion thought in my end to my mind. 8 he's really worried about the exam tomorrow, but I couldn't care least last less. أكيد مش هقول كده يعني lose. 9 Apotrika is such a successful football player that now he is a name. House, home, flat, household name. عمل اسم لنفسه ما شاء الله. 10 Amr Diab became a singing a few years ago. Sensation, sense, excitement, sensuality, sensation. 11 That I see it poor people need help from anywhere in the world. Method, route, way, the way I see it. كل دي طبعا الاكسبريشنز اللي بنقدر نستخدمها في لو انا هقول رأيي او في الاراء. As far as I am concerned, من قبل ما كمل the celebrities just want publicity for themselves. 13 If you me footballers are the best people to be goodwill ambassadors. If you ask me, لو سألتني. Okay. 14 My opinion in
مصطلح قديم جدا in my opinion. Celebrities should keep out of politics. 15. He is famous making fun of politicians. Famous for. مشهور بي. 16. Some people a name for themselves by doing crazy things. Old have do make a name. 17. Her career started slowly, but then she really it began 2004. Had made. 18. Famous people have been used to children rights, promote, recognize, refer, act, promote. طبعا يساند with حقوق الأطفال. Number 19. We will expand our work, so we need to take some more employees. Up of on. طبعا محتاجين ان احنا نوظف او ناخد استقبلوا يعني موظفين. 20. حسين فهمي was once chosen to work as a goodwill for the United Nations ambassador. سفير النوعية الحسنة. 21. The United Nations has been making use of to spread international peace. Specialties, promotions, differences, celebrities. 22. Bilal was once at the best Egyptian player regarded. 23. The new company is willing to some energetic employees. Recruit point involve represent recruit. الشركة الجديدة تنوي توظيف موظفين جدد أو لديهم طاقة. 24. Robbie Williams has several concerts for UNICEF made done showing counted done. 25. The UN Development Program used a Brazilian footballer to bring to the issue of poverty, intention, extension, attention, detention, طبعا bring attention. 26. Beckham helps to the children at their time of need, support. 27. Some people became famous for their work, humanitarian, إنسانيتهم أو أعمالهم الإنسانية. 28. The UNICEF has a of stars who act as goodwill ambassadors, host most her school host to study. 29. Footballers use their power of sport to children's lives. Improve, increase. طبعا improve من قبل ما نكمل الجملة. 30. Is a person who is forced to leave their own country. Refugee اللي هو لاجئ. 31. Ministers their countries in the conferences. Present, act, represent, show. طبعا represent, يمثل. 32. Some actors are often invented for as some magazines want to show their photos. Photographs, photocall, video call, photoshop. طبعا photocall. 33. Use bright colors to your writing. Appear, observe, highlight, light. طبعا highlight. 34. The celebrities are often used to promote the projects happen once. A alone, lonely, one-off. First, one-off the projects. 35. UNICEF often chooses actors of or footballers who have real for children. Compassion. لديهم تعاطف. 36. She uses hair to raise money to build a new hospital. Regularity, popularity, plurality, causality. طبعا popularity استخدمت شعبيتها. 37. Some people think a lot of money can a difference to them. Do have show make طبعا make a difference. 38. 37. Some people think a lot of money can a difference to them. A lot of money can make. 38. Education, a vital part in every country, takes plays, act, or makes, طبعا, plays a vital part or a vital role. 39. You should help your friends the time of need. On pie at 4. At 40. The Great Pyramid is a building. Tremendous or in the stories, طبعا tremendous. 41. He was in a big company last week, appointed. 41. Do you have a true for the cause? Competition, influence, sensation, passion.
Passion. 33 celebrities have played a in the UN since the 1950s. Rule, rule, ruling, ruler, rule. 44 The young singer, a successful concert last week. Made polite, gave a successful concert. 45 My birthday party was by all my friends. Visited, attended, intended, appealed, attended. 46 You can go to a if you want to listen to music gig. 47 That of the accident were carried to hospital. The victims. There isn't enough food in Ethiopia. People there suffer from famine. Van Magea. Have you ever money to a charity? Have you donated? Barat, عمرك برات. 50 The TV like the show spectacles audience observe viewers طبعاً viewers طالما تي في وحاجة في البيت مشاهد في البيت يبقى viewers. 51 Pope Geldof was behind a series of worldwide concert instigator محرض. 52 Where was the show set up, conducted, held, stood, held, you come. 53 You should repay your debits, ديونك تقدر تدفع أو تعيد دفع ديونك. 54 Some rich countries sometimes hold foreign debt and increase their aid to the world's poorest countries. دروب إنها بتسقط ديون الدول الفقيرة. باقي بس من 55 to 56 homework. أتمنى إن أنتوا تحلوهم homework طبعاً. تقولوا لي الانسرز بتاعتهم في التعليقات. اوكي بكده يبقى وصلنا مع بعض لنهاية الفيديو. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. قولوا لي رأيكم في التعليقات. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. كان معاكم مسعرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.